زيزو ما تجيب دقيقة من موبايلك. دقيقة من موبايلي ليه؟ انا مش لسه شحن لك موبايلك. ايوه ما هو كله خلصان على المدرسين عشان الدروس وعلى اصحابي اللي بيروحوا معايا الدروس. وبعدين بقى زي ما انت عارف ان الرصيد بركته قلت وان ازمه الدولار بقت بتلقي بظلالها على الذين. بس 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 بتلقي بظلالها؟ انا يتقال لي كده؟ خدي خدي ميرسي. انا يتقال لي بتلقي بظلالها؟ ماشي يا ياسمين. حد يفتح الباب، حد يفتح الباب. انا مش هفتح. خلاص هفتح. ماما ايه ده؟ ايه الشنطه دي؟ سبت البيت لابوكي وطلبت منه الطلاق. ايه ده ليه بس كده؟ اكيد في شيطان دخل ما بينكوا يا حماتي. يا سلام عليك يا عبد العزيز، اول مره تقول حاجه صح في حياتك. شيطان ودخل ما بيننا، اداني الفلوس من هنا وراح بلغ عبده من هنا عشان يسرقها مني. قصدك يا حماتي؟ انا مش فاهم. ولا انا يا ماما فاهمه حاجه. جوزك عبد العزيز فاهم كل حاجه، ولو انا بكذب يكذبني. اتفضل قول. لا مفيش، انت بس متوتره يا حماتي عشان انت على وش طلاق وعندنا في البيت وكده. يعني على وش طلاق يا واطي؟ انا تسلمني بيضه مقشره؟ بتسلمني تسليم اهالي لعبده وتقول لي على وش طلاق؟ ايه 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 في ايه؟ انا اللي وبعدين ايه الشنطه دي؟ هو انت مسافره؟ لا يا حبيبتي، جاي اقعد في بيت بنتي. مش بيت بنتي يعني بيتي برضو ولا ايه؟ طبعا يا ماما. يا حبيبتي انتي تنوري وتباتي معايا في الاوضه كمان. في اوضه اللي هتبات فيها؟ امال انا هنام فين؟ عند كريم. كريم؟ لا كان على عيني والله. انت عارف الامتحانات على الابواب وانا بذاكر طول الليل، وانت عارف ما بذاكرش غير على مزيكا، ده غير ان نور الاوضه بيفضل والع. خلاص هنام بقى في اوضه ياسمين حبيبتي. لا طبعا، قصدي طبعا انت حبيبي يا زيزو ولسه مديني دقيقتين من موبايلك. بس بصراحه يعني سوري، بتشخر طول الليل وانا كده مش عارف انام. بيشخر؟ يا عيني عليك يا جميله يا بنتي وعلى حظك الاسود. خلاص واضح ان انا بطرد من بيتي. انا هروح بقى عند بابا ابات عنده. احسن برضو، اهو تفسح لنا مكان. وكده كده بكره الجمعه اجازه. ماشي. ولعلمك بقى يا حماتي، ها بنتك بتشخر وهي نايمه. زيزو انت بتفكر في اللي بفكر فيه؟ ملهاش حل تاني. ننا مشتركه معاهم في الخطه دي. مؤامره علينا بقى. طب والعمل؟ احنا هنفضل زي ما احنا لحد ما نعرف هما ناويين على ايه. بس في مشكله مهمه جدا لازم نحلها في اسرع وقت. مشكله ايه؟ الجواب اللي مع كاميلي. انا كنت نسيت موضوع الجواب ده. طب انا هكلمها قابلها افهمها الموضوع. طالما هما طلعوا بيشتغلونا يبقى هي اكيد ملهاش ذنب. وانا من ناحيتي هحاول اوقع ننا في الكلام عشان اعرف الكلام على ايه.